يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وسهرة رمضانية جديدة من خلال برنامج الأهلي في رمضان. النهاردة في الحقيقة السهرة هتكون مهمة جدا، لأن احنا بنتكلم في يعني ليلة مباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك. هذه المباراة الهامة للغاية في إطار بطولة الدوري الممتاز، وللنادي الأهلي بيسير فيها بشكل جيد، لكن تبقى مباريات القمة مباريات قوية جدا، فبالتالي الحديث عنها هيكون كتير ومهم وباستفاضة كمان على مدار حلقة النهاردة. خلوني أرحب بزميلي محمد سعيد اللي بيشاركني في حلقة النهاردة. محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، ليلة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع ضمن مباريات الدوري العام، سهرة رمضانية نتمنى يا رب بإذن الله تكون مباراة كبيرة تليق بقمة الكرة المصرية في شهر رمضان الكريم. طبعا للأسف المباراة بدون جمهور، لكن كل المتابعين والمهتمين بكرة القدم المصرية أو حتى العربية سيلتف حول الشاشات لمتابعة هذه المباراة الكبيرة بين الفريقين الكبيرين الزمالك والأهلي. بنبدأ باسم الزمالك لأنه طبعا يا أمير هي مباراة نادي الزمالك غدا إن شاء الله بإذن الله هذه المباراة بالتأكيد. بالتالي هي مباراة زي ما اتكلمنا مباراة مهمة جدا، وهي أول مباراة قمة بعد النهائي الشهير والأهم، نهائي القرن 27 نوفمبر وبطولة دوري أبطال أفريقيا، اللي قدر النادي الأهلي يفوز فيها على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 وتوج بالتسعة بطولة دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي الأنظار كلها هتتجه نحو مباراة الأهلي والزمالك غدا بإذن الله. أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أيا كانت إيه هي الظروف اللي بيمر بيها الفريق، سواء غيابات طبعا ضغط مباريات، يعني أمور احنا اعتدنا عليها في الدوري المصري، لكن في كل الأحوال الأهلي جاهز لأي مباراة. بالتالي يا محمد خلينا نتكلم على بعض الأخبار اللي بتتعلق بهذه المباراة، وبالتحديد نبتدي بالحكام. طيب، وده كان ملف شائك. اتفضل. قبل ما ندخل على الحكام الأول، طبعا النهاردة السهرة فيها تفاصيل كتيرة وفيها موضوعات وكواليس مهمة جدا، لكن طبعا النهاردة ضيفنا النهاردة هيشرفنا الناقد المحلل الفني الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، هيكون ضيفنا النهاردة في برنامج الأهلي في رمضان. هنتكلم معاه عن أمور مهمة جدا، هنتكلم عن السكاوتينج، الإحصائيات، التقارير المتعلقة بهذه المباراة، مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. لكن الأخبار في أخبار كثيرة وعديدة، ونبدأ مع بعض يا أمير ونبدأ بأول محمود خبر. البدن حكم لمباراة الغد، مباراة الأهلي والزمالك، وده اللي أعلنه اتحاد الكرة بشكل رسمي في ساعات يعني أو قبل ساعات من دلوقتي. وكان في لغط كتير جدا وكلام كتير على حكم مباراة القمة، وشفنا القرار المفاجئ من اتحاد الكرة أن الحكم هيكون مصري فجأة كده، وفي الحقيقة كان أمر غريب شوية. احنا اعتدنا أن مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة مهمة وبيتابعها عدد كبير جدا من الجماهير، وعارفين جدا مدى حساسية هذه المواجهات، جمهورين كبار جدا سواء جمهور نادي الأهلي جمهور نادي الزمالك. فكنا متعودين دايما مباريات القمة بيديرها حكام أجانب، لكن فوجئنا باتحاد الكرة يا محمد من كام يوم قال لك إيه؟ قال لك المباراة بحكام مصريين. اتفاجئت برضه ولا لا؟ مش مفاجأة بالنسبة لي. ليه؟ لأن اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكرة يمكن على مدار سنوات طويلة أنا عارف شخصية المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، دائما وأبدا كده بيبقى عنده قرارات معينة في توقيت معين بيبقى بيحب ياخدها في لحظات معينة. لكن لو بنتكلم عن طاقم التحكيم عندنا تفاصيل مهمة في أسماء الأطقم التحكيمية اللي تم اختيارها لمباراة بكرة. يمكن يا أمير أنت كنت بتقول في الخبر محمود البنا هو حكم مباراة بكرة، حكم الساحة، ومعاونه محمود أبو رجال وأحمد توفيق طلب ومحمد معروف حكم رابع. بالمناسبة الأربع حكام طاقم دولي، طاقم تحكيم دولي في مباراة الغد. في تقنيه الفيديو في محمد عادل حكم فيديو ومساعد فيديو او اي فار الكابتن محمود عاشور. طيب تعالينا على اختيار طاقم التحكيم، كل الثقه بالتاكيد في الحكام المصريين في اداره هذه المباراه باذن الله ان شاء الله، وتكون مباراه نشوف فيها اداء تحكيمي مميز زي بنتمنى نشوف فيها اداء فني مميز بالتاكيد ان شاء الله لفريق النادي الاهلي امام نادي الزمالك. لكن التفاصيل الصغيره في المعايير اللي ممكن اتحاد الكوره او لجنه الحكام تختار بيها حكام مباراة الغد. أنا بالنسبة لحكام المباراة لا غبار على الأسماء الرباعي اللي هيديروا مباراة بكرة. بالمناسبة محمود البنا هو المصنف رقم واحد بالنسبة للحكام المصريين يا أمير، فطبيعي أنه هيكون هو حكم مباراة بكرة، في ظل أن كمان في معيار آخر أن لجنة الحكام مش عايزة تجيب حكم مقرر في مباراة قمة سابقة يدير مباراة الغد. لكن في حكام تقنية الفيديو هنا بقى في مليون علامة استفهام. ليه؟ أولاً
انت عندك في حكام الفيديو، في حكام معتمدين معاهم رخصه الفار كتحكيم في المباريات الدوليه. كمساعد ما عندكش غير محمود ابو الرجال، لكن طبعا انت استعنت بيه عشان يكون موجود في الملعب. في غرفه التقنيه انت هيكون عندك اتنين من حكام الساحه موجودين في غرفه الفار. طيب الطبيعي لما تكون عندك حكام في غرفه الفار الف ب لازم يكون حكام معتمدين ومعاهم رخصه الفار. محمود عاشور مرشح لاولمبياد طوكيو كحكم تقنيه فيديو، مباراه الغد انت خليته حكم مساعد مش حكم تقنيه الفيديو غدا، فخليت الكابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل في القائمه الدوليه تصنيفه رقم 7 في الحكام الساحه الدوليين، لكنه ليس من حكام الفار. طيب لو كنت عايز تجيب حكم فار وعنده خبره في هذه المباريات الكبيره اللي ممكن ادارها دوليا او افريقيا، كان عندك امكانيه انك تستعين باثنين، امين عمر او جهاد جريشه، لكن لم تستعين بامين عمر، لم تستعين بجهاد جريشه، ووضعت محمد عادل في هذا الظرف او في هذه المباراه كحكم تقنيه فيديو. بالاضافه يا امير ان محمود عاشور هو الحكم المرشح لاولمبياد طوكيو كحكم تقنيه فيديو، لان هو في تقنيه الفيديو في مصر مفيش غير اثنين من حكام الساحه المعتمدين في هذه الجزئيه، محمود عاشور وطارق مجدي. طارق مجدي كلنا عارفين الازمه اللي كانت موجوده في مباراه الاهلي وبيراميدز وفي خلاف على اكتر من لعبه، فمش هيكون في مباراه بكره. لكن لما تجيب محمد عادل وهو مش مرشح لاي بطوله دوليه كحكم فار وتحط محمود عاشور اللي مرشح، ايه فار هنا المعيار؟ هل معيار الكفاءه ولا معيار الاختيار؟ دي بس النقطه اللي فيها مليون علامه استفهام. بس انا محمد عايز اتكلم عن مبدا نفسه، يعني اللي هو ليه اصلا نجيب حكام مصريين للمباراه دي؟ انا مش بشكك في يعني كفاءه الحكام المصريين، حكام جيدين وكل حاجه وناس محترمه وزي الفل يعني زي ما بنقول، لكن احنا بنتكلم كمبدا نفسه في فتره صعبه زي دي في اطار الحساسيه اللي احنا متمنهاش دايما يعني ما بين الاهلي والزمالك، بتكلم على المستوى الجماهيري تحديدا، المستوى الاداري الامور متميزه، لكن ايه الاسباب اللي تخليني اجيب حكام مصريين؟ خصوصا يا محمد، واعتقد انت ممكن تتفق معايا في النقطه دي، ان احنا لازم ناهل حكامنا نفسيا قبل ما نديهم خطوه مهمه زي دي ان هم يديروا مباريات قمه، لان الضغوط بتبقى فيها كبيره جدا، الضغوط بتبقى فيها صعبه جدا، سواء من النادي ده او من النادي ده بكل صراحه. لكن بالتالي المفروض انا لما اجي اخد خطوه زي دي ابقى محضر لها بشكل مميز. يعني اقول مثلا يا جماعه انا خلال سنه او الموسم اللي جاي او اللي بعده انا هجيب حكام مصريين عشان نبتدي بقى ان هم يديروا مباريات القمه، لكن مش فجاه كده اطلع اقول لا انا هجيب حكام مصريين لمباراه الاهلي والزمالك في فتره صعبه زي دي. وجهه نظري واعتقد وجهه نظر الكثير من جمهور الفرقتين ان كان من الافضل ان احنا نستنى على خطوه زي دي. ده ما يمنعش اطلاقا ان احنا بنتمنى لطاقم التحكيم كل التوفيق في مباراه الغد، سواء مباراه الغد او المباراه اللي هتكون بعديها بحوالي 3 أسابيع في شهر 5 اللي هيكون برضو فيها حكام مصريين زي ما اعلن الاتحاد المصري لكره القدم. واحنا بنختم الجزئيه دي عايز افكركم نعمل فلاش باك على جزئيه مهمه متعلقه بحكام مباراه بكره، حكام الفار. يمكن اللجنه الثلاثيه اول ما تولت المسؤوليه في اداره الاتحاد المصري لكره القدم حتى اولمبياد طوكيو كان في البدايه لديها فكره ان تقنيه الفار فيها مشاكل وفيها ازمات وبالتالي من الممكن الغاء التقنيه، لكن لما تم الاستعانه بطاقم تحكيم مصر لاداره هذه المباراه كان المبرر للجنه الحكام واللجنه الثلاثيه احنا عندنا فار. طب انت عندك فار ولا ما عندكش فار؟ في ازمه في الفار ولا ما فيش ازمه في الفار؟ هل المبرر بالنسبه لك انت عايز تدي المباراه لطاقم تحكيم مصر ان انت عندك فار؟ ما انت في البدايه كنت معترض على تطبيق التقنيه وشايف ان فيها مشاكل وازمات كثيره. عموما احنا بنتكلم بموضوعيه في هذه الجزئيه عشان نقفل ملف التحكيم ونتمنى نشوف مباراه بكره كويس. حتى وفي وجود الفار ما احنا شوف الاهلي تضرر الموسم ده قد ايه، في مشاكل كتير، مشاكل كتير جدا ونقاط كتير جدا فقدناها بسبب تنسي مباراه الاهلي ووادي دجله. عندك الاهلي وادي دجله الكره بتاعت بيكم من ضربه الاهلي الجزاء. والبنك الاهلي في استاد الماكس جون ايمن اشرف ده اتكرر 4 أهداف زيه في مباريات اوروبيه الفتره الاخيره، اخرها اخر ماتش كان في الشامبيونز ليج على ما اتذكر. فيعني حاجة غريبة جدا، ما احنا كده برضو انا مش بتكلم على الاهلي بس بالمناسبة، ناس كتير او اندية كتير جدا بتتضرر من الحكام المصريين حتى في ظل تواجد تقنية الفار. فانا مستغرب شوية اتحاد الكورة. في نقطة كمان يا محمد عايز اتكلم معاك فيها وهي بتتعلق بان اللجنة الثلاثية دي موجودة لفترة محدودة، لكن في نفس الوقت بشوف ان هم بياخدوا قرارات صعبة جدا قبل انتخابات بعد اولمبياد طوكيو. هل من المنطقي ان في فترة محدودة ياخدوا قرارات غريبة شوية وصعبة
تتعلق بالمفروض يكون مجلس منتخب جمعية عمومية تكون انتخابته، زي مثلا قرار حكام المصريين لمباراة القمة، وكمان فنجادة اللي جه مدير فني لاتحاد الكورة. طيب احنا معانا كريم سعيد هنتكلم في كل التفاصيل دي، يعني بس خليك فاكر الجزئية دي. كل اللجان اتحلت في اتحاد الكورة وعندنا مباراة كبيرة بكرة، لا قدر الله في مشاكل تحكيمية أو في أي مشاكل إدارية حصلت في المباراة، من الجهة المنوطة بمتابعة أي قرارات متعلقة بالزبط بأزمة مباراة بكرة إذا حدثت أزمة لا قدر الله، لكن احنا بنتكلم عن جزء إداري. طيب لكن عموما نروح للخبر اللي بعديه، وهو اتحاد الكورة بيحدد 50 فردا فقط لحضور مباراة الزمالك والأهلي في الدوري العام. اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت حضور 50 فردا فقط لمباراة القمة 21 بين الزمالك والأهلي والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، 50 فرد من مجلس إدارة الناديين سواء من الزمالك أو الأهلي، وأرسل اتحاد الكورة خطابا إلى إدارة كل نادي يخطرهم فيه بإرسال الأسماء المقرر حضورها في مباراة الغد بين الزمالك والأهلي، بمعنى إن 25 فرد لكل نادي طبعا في مباراة بكرة بإذن الله. طيب عندنا كمان يا أمير بنتكلم على حراسة المرمى بكرة إن شاء الله بإذن الله، كل الدعم بالتأكيد لعلي لطفي وكل اللاعبين. نقطة مهمة قوي دي بصراحة. بالظبط، أرقام علي لطفي أمام الزمالك يمكن لما كان طبعا حارس مرمى فريق نادي إم بي في فترة من الفترات، يمكن لاعب علي لطفي قدام نادي الزمالك قبل انضمامه للأهلي عام 2018 خاض لطفي 8 مباريات ضد الزمالك خلال فترة وجوده مع نادي إنبي، حقق الفوز مع نادي إنبي في 3 لقاءات وخسر مثلها وتعادل في مواجهتين، واستقبلت شباكه 7 أهداف وحافظ على نظافتها في 3 مباريات. آخر مباراة لعبها أمام الزمالك كانت في شهر سبتمبر شهر 9 من 2017 عندما كان لاعبا في صفوف النادي البترولي وانتهت بالتعادل السلبي وتصدى خلالها لضربة جزاء. طبعا علي لطفي بشكل عام مع إنبي والأهلي يعني خلال مشواره مع إنبي قبل انتقاله الأهلي لعب 108 مباراة في جميع البطولات. يعني نقطة مهمة برضو يا محمد بتاعت علي لطفي لازم نقف عندها شوية، وإحنا عارفين في ظل غياب محمد الشناوي نتمنى له يا رب الشفاء من فيروس كورونا ويرجع بسلامة، لكن في نفس الوقت حاسس إن في قلق عند بعض من جماهير النادي الأهلي بخصوص المركز ده تحديدا. خلينا نفكر بعض يا جماعة، إن علي لطفي حارس منتخبات أصلا، حارس دولي، حارس مميز، في نفس الوقت عنده منافسة صعبة جدا جدا مع أفضل حارس في أفريقيا وهو محمد الشناوي، لكن في كل الأحوال الناس بتقيس يا محمد مستوى علي لطفي ببعض المباريات اللي لعبها ما كانش موفق فيها نسبيا، بس اسباب عدم التوفيق ايه؟ لما يكون مركز حساس زي ده مركز حراسه المرمى ده بيبقى محتاج عدد كبير من المباريات، علي لطفي بقاله فترات كبيره ما كانش بيلعب، فبالتالي لما تيجي تلعب مره واحده مش هتبقى بالمستوى المتوقع او الناس متوقعه بالنسبه لعلي لطفي، لكن انا بتكلم على اساس الولد نفسه، اساس اللاعب نفسه، قدراته ايه؟ لاعب دولي، لاعب مميز، حارس ممتاز، وده كان السبب اللي خلى النادي الاهلي يتعاقد معاه، كل الثقه والدعم لعلي لطفي في مباراه الغد واثقين جدا فيه وفي زمايله، وان شاء الله باذن الله يعملوا مباراه كبيره. طيب عندك مواجهات الاهلي والزمالك، مواجهات الاهلي والزمالك احنا عارفين الاهلي والزمالك مباراه بكره هي القمه رقم 121، مباريات كتير جدا اتلعبت ما بين الاهلي والزمالك، لكن انا عايز اتكلم معاكم في بعض الارقام والاحصائيات اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الفرقتين، وعايز حالي احيي زمايلنا في الاعداد على الارقام دي لان هي مميزه في الحقيقه. 120 مباراه اهلي وزمالك لعبوها مع بعض، الأهلي فاز في 45 مباراة في المقابل الزمالك فاز في 27 مباراة، التعادل كان حاضر بين الفرقتين في 48 مباراة، عدد الأهداف الأهلي أحرز 149 هدف، بإذن الله بكرة نشوف ال 150 وال 51 52 بإذن الله تعالى، يعني المهم الأهلي يكسب طبعا في هذه المباراة. في المقابل الزمالك أحرز 103 هدف في شباك النادي الأهلي، أكبر فوز طبعا في تاريخ المباريات وبالنسبة لكل نادي، احنا عارفين أكبر فوز بالنسبة للنادي الأهلي النتيجة التاريخية نتيجة 6-1، في المقابل نادي الزمالك أكبر فوز بالنسبة له على الأهلي كان بنتيجة 3-1. طيب فوز رايح جاي، مين حقق عدد انتصارات او حقق الفوز في ذهاب واياب الدوري وكم موسم؟ الاهلي حقق 6 مواسم فوز رايح جاي في مقابل الزمالك موسمين بس قدر ان هو يفوز في مباراتين الدور الاول والدور الثاني، شباك نظيفه، النادي الاهلي خرج من مباريات القمه في 53 مباراه بشباك نظيفه في المقابل الزمالك خرج ب 34 مباراه بشباك نظيفه، اطول سلسله لا هزيمه 16 مباراة للنادي الأهلي كانوا بشكل متتالي لم يتعرض فيهم لأي هزيمة من نادي الزمالك، في المقابل كان 9 مباريات للنادي الزمالك لم يتعرض فيهم لأي هزيمة من نادي الأهلي يا محمد. طيب معنا خبر مهم جدا بقى، احنا بنتكلم على إدارة المنشآت الرياضية وإزاي تقدر
تدير منشآت رياضية في الفترة القادمة بشكل مختلف، أولا كشكل اقتصادي، كشكل رياضي، كشكل تسويقي كمان في المنتج الرياضي أو حتى كمان البنية التحتية بالنسبة للمنشآت الرياضية في الفترة القادمة. الخبر هنا متعلق بقى بفروع سيتي كلاب في محافظات مصر كلها خلال الفترة الأخيرة. خلال الافتتاح الجزئي لفرع سيتي كلاب في بنها، وزير الرياضة قال النهاردة تصريح مهم جدا، قال نسعى لتطوير استادات مصر بالتوازي مع مراكز الشباب. افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فرع نادي سيتي كلاب ببنها افتتاحا جزئيا برفقة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروت مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة. كان في استقبال الوزير خلال افتتاحه كل من سيف الوزيري العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلاب، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات. قال الدكتور أشرف صبحي أن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية بالتوازي مع تطوير مراكز الشباب وفقاً لرؤية القيادة السياسية والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة الذي يخدم الأسر المصرية، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة، مشيرا إلى أن المستفيد من هذا التطوير وتلك البنية هو المواطن المصري، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة، تناظر المقدمة لأفضل الأندية الكبرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية. أشاد دكتور أشرف صبحي بتجربة شركة استادات القابضة بإنشاء سلسلة أندية سيتي كلاب بمختلف محافظات مصر، والتي أصبح لها عظيم الأثر في تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة اتساقا مع رؤية الدولة بتحسين حياة مواطنيها. وأبدأ الوزير إعجابه الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجرى تنفيذه داخل فرع سيتي كلاب بمدينة بنها، والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي مدينة بنها والمدن المجاورة لها. ومن جانبه أشار المهندس سيف الوزيري إلى أن العمل لا يتوقف ومستمر في جميع فروع أندية سيتي كلاب، وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء وللاستفادة بالخدمات المميزة. وقال سيف الوزيري إنه سعيد للغاية بافتتاح نادي سيتي كلاب في مدينة بنها بمحافظة القليوبية والتشغيل التجريبي للفرع، واعدا بمزيد من العمل حتى نقدم الصورة على أكمل وجه، مضيفا هذا أقل شيء نقدمه لشعب القليوبية، نحن جئنا من أجل خدمة الناس ونعد الجميع بتقديم أفضل الخدمات. بينما قال العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات إنه شاهد اليوم بنادي سيتي كلاب بمدينة بنها المعنى الحقيقي لمفهوم النادي الاجتماعي والثقافي والرياضي والمجتمعي بجانب الخدمة المجتمعية بتطوير استاد المحافظة بالاتفاق مع محافظة القليوبية. وعقب الافتتاح تفقد وزير الرياضة بفرع سيتي كلاب ببنها صالة اللياقة البدنية والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة الترفيهي، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة المنشآت داخل فرع بنها على غرار الفروع الأخرى. خبر يعني مهم جدا، يعني في الحقيقة مجهود كبير جدا بتقوم به شركة استادات القابضة، هذه الشركة الوطنية، وكمان مسؤولي للشركة دي، وفي ظل الاهتمام الكبير جدا من وزارة الشباب والرياضة واهتمام الدولة، مجهود كبير جدا لازم نحييهم عليه ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق، سواء الأستاذ سيف الوزير العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلاب، في الحقيقة مشروع مميز جدا جدا بنشوف نتائجه على أرض الواقع، وكمان العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينضم لنا المحلل الفني لقناة النادي الأهلي الأستاذ كريم سعيد عشان نتكلم معاه في بعض الأمور والملفات المهمة جدا. استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية في برنامج الأهلي في رمضان. زي ما قلنا في بداية الحلقة، طبعا الأهلي في رمضان النهاردة سهرة رمضانية ليلة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وبالتأكيد النهاردة عندنا تفاصيل كثيرة وتفاصيل عديدة، وعندنا كواليس مهمة متعلقة بمباراة الغد. ممكن كلام
الناس بتركز في تفاصيل، وانا بس احنا بنحب نخش في ادق التفاصيل المتعلقه بهذه المباريات الكبيره، مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. لذلك في هذه اللحظات برحب طبعا انا وزميلي امير بالناقد الفني والمحلل الفني الاستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره. مساء الفل يا كريم. مساء الخير يا محمد، مساء الخير يا امير، مساء الخير لكل، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وكل سنه ومصر كلها بخير ورمضان كريم للشعب المصري كله. يعني مباراه بكره اكيد مباراه غايه في الاهميه طبعا. بتشوف اهميه هذه المباراه بالنسبه للفرقتين ازاي يا كريم؟ والله شوف طبعا اكيد المباراه الاولى، مباراه القمه الاولى بعد نهائي دوري الابطال بالزبط. اكيد ما تقدرش انت تسيب نهائي دوري الابطال خالص، ان هو اكيد ليه انعكاسات كبيره على المباراه بتاعه بكره لحد دلوقتي. بص بس نبقى ايه واضحين مع بعض، واضحين مع بعض. اللي حط القاعده دي في وجهه نظري الشخصيه جماهير البوكا والريفر، بوكا جونيورز وريفر بليت لعبوا فاينل ليبرتادوريس من سنتين في سانتياغو برنابيو. بالظبط لما اتنقل الماتش في اسبانيا بعد المشاكل اللي حصلت في الارجنتين، وساعتها الاعلام الارجنتيني اتفق حط قاعده كده، الفريق اللي يكسب الديربي في بطوله قاريه يفضل الكلام عليها 20 سنه. 20 سنة. فاحنا بنتكلم المباراه كانت في 27 نوفمبر 2020 يبقى نتقابل انا وانت ان شاء الله 27 نوفمبر 2040 ونشوف ساعتها هل احنا كمجتمع مختلف شويه عن مجتمع امريكا الجنوبيه، هل ال 20 سنه وقفوا عند ال 20 سنه ولا يمكن يكون في اكستنشن ونكمل شويه. فطبعا اكيد المباراه ما زال فيها اصداء، المباراه ليها انعكاسات على مباراه بكره، وعشان كده اشوف ربما في وجهه نظري الشخصيه الضغوط تبقى على النادي الاهلي ازيد أكتر. شويه طبعا اكتر ليه بقى؟ في ظل طبعا ما هو في ظل انت الاجنده بتاعتك والجدول بتاعك الضغط بالفتره بتاعت قطر مونديال الانديه. مونديال الانديه تسبب في امرين، تسبب في ان انت لعبت مباريات على مستوى مختلف تماما الجوانب. ما بتلعبوش بقالك فتره، ما بنلعبش الليفل ده او المستوى ده بقالنا فتره، وبالتالي اي رياضي عارف لما انت بتروح تلعب في المستوى الدولي انت بيحصل لك هنا اجهاد في حاجتين، اجهاد ذهني انك كل تركيزك عايز تطلع اقصى ما عندك في اليومين دول. ليه؟ ما مثلا ماتش بايرن مش هيتكرر اكيد، مثلا محمد هاني سيظل فرحان بالمستوى اللي قدمه في ماتش بايرن ميونخ، اللي هو يعني صعب ان احنا نقول ان الاهلي في احتماليه انه يلاعب بايرن ميونخ تاني خلال السنوات الجايه. فالفترة دي خلت في ضغط ذهني وضغط بدني، ضيف على كده ان احنا اصلا اوريدي طالعين من سنة استثنائية طبعا سنة كورونا، وشريكي العزيز في استكمال الموسم الماضي استاذ محمد سعيد حاربنا على عودة المشروع ده وقلنا امثله كتير، كنا بنتكلم كتير السنة اللي فاتت لو تفتكر على موضوع ان الدوري لازم يستكمل، لان اكيد النشاط الرياضي كان لازم طبعا يعني يتكمل ساعتها امير، وفي كان خسائر كانت هتبقى بالمليارات للمنظومه كلها، ما كانش اللي هيخسره بس الانديه واللعيبه بس، لا عشان كده ساعتها كنا بنقول انا ومحمد لازم الجميع يتكاتف وكل واحد يقول ما فيش مشكله عندي انا اتغاضى عن 50% من مش عارف ايه واتغاضى عن كذا، بس مهم ان المشوار يكمل. وبالتالي امير بشوف ان النادي الاهلي الضغوطات بقى كلها متجمعه مع بعض، لكن على الناحيه الثانيه نادي الزمالك عنده ميزات انا بشوفها ان هو كان مرتاح لفتره طويله، بشوف حتى فكره الفريق لما خرج من دوري الابطال، طبعا خساره كبيره جدا انك بتخرج من بطوله قاريه، ولكن مركزين اكتر على الدوري. برافو عليك، بقى عندك مساحه انك تركز في البطوله المحليه، وبالتالي حتى منعكس على حاجه ثانيه الاصابات. الاصابات بالظبط يعني احنا بشر، احنا بنتكلم على بشر، في اريحيه طبعا. الفريق الاقل ضغطا، لو احنا بقى نيجي نترجم الكلام اللي احنا بنقوله ده، الفريق الاقل ضغطا واقل في الاجهاد الذهني والاجهاد البدني هتلاقي ان هو زيرو اصابات صح. في مباراه الغد وطبعا ربنا يحمي اللعيبه كلها طبعا. على الجانب الاخر النادي الاهلي بنتكلم النهارده كان في انفوجراف منتشر على السوشيال ميديا تشكيل فرقه كامله بالمراكز، يعني اذا حطينا بس علي معلول ليفت وينجر حطيناه في الجناح الهجومي وحطينا وراه محمود وحيد وتشوف بقيه الفرقه يعني الانفوجراف شفته كان منتشر جدا على السوشيال ميديا النهارده، تشكيل كامل 11 لاعب بالحارس لغايه
وهنلعب اجاييه راس حربه ونحط وليد سليمان على الرايت وينج. فتشكيل كامل، وبالتالي دي لعيبه اكيد بتؤثر على النادي الاهلي فنيا وطبعا اكيد قياديا في الملعب كل الامور. طيب بمناسبه ان انت فتحت قصه استكمال النشاط، نعم، هل هندفع فاتوره استمرار النشاط واستكماله قصد الموسم الماضي زي ما بيتردد دلوقتي ان هننهي الموسم ازاي وان ازاي لازم نخلص قبل 30/9، ما انا مش ساحر عشان اخلص الدوري بدري، ودي ضريبه ان الدوري اللي فات استكمل لغايه اللحظات الاخيره لغايه اكيد سمعت زي ما انا سمعت القصه دي، وزي ما يكون عايزين نتحاسب دلوقتي على فكره النشاط الموسم الماضي استكملناه ليه وكان لازم نبدا الموسم الحالي ده بدري شويه عشان نخلص مواعيد مناسبه. طبعا دي وجهات نظر ولها كامل الاحترام، كل واحد حر ان هو يشوف الامر من وجهه نظره، ولكن انا في وجهه نظري لا، انت تقدر عندك حلول كتيره ان انت تخلص اي جدول انت عايزه. هدي مثل بسيط جدا، الاتحاد الاوروبي لما لقى نفسه مضغوط في سنه كورونا قال خلاص اوكي فاين ستوب، في دور الثمانيه هنلعب ايه، ذهاب واياب، شكرا، دور دوره مجمعه والناس لعب بعض وانتهى الموضوع ونظبط حالنا، وبالتالي بيريح شويه الموسم اللي ورا. فكان عندك حلول كتيره ان انت ممكن تلاقي كذا حل عشان تغير بشكل المسابقه، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال احنا مع وجهه نظر شخصيه مفيش اي ضغوطات، لان العالم كله دلوقتي شغال تحت الضغط. اخر عمرك ما هتلاقي في دوله او في اتحاد دولي، ده حتى يعني الاولمبياد رغم من اخبار يعني كورونا للاسف للاسف في الايام الحاليه الاخبار للاسف زايده شويه في مصر وفي جميع انحاء العالم، بنطلع نلاقي المسؤولين في اللجنه الاولمبيه الدوليه يا جماعه ما تقلقوش كله هتتلعب، الاولمبياد في موعدها، الاولمبياد في موعدها، فكله بياكد يعني المسؤول بره، المسؤول بره بيبقى همه حتى لو في الكواليس امور اخرى، بس هو بيأكد دايما للعوام والوسائل الإعلام ومحبين الرياضة إن البطولة اللي انتم مستنيينها وبتحبوها في ميعادها. هتلاقي احنا عندنا العكس، الناس هي اللي عايزة الحاجة تستكمل، وبعض المسؤولين طبعا مش عمم بعض المسؤولين لا أنا تعبان أنا مش قادر البطولة دي لازم نلغيها عشان مش عارف نعمل ايه، وفي الآخر ما اعتقدش أصلا إن في حاجة هتتلغي. طيب في جزئيه انت اتكلمت فيها يا كريم وهي تتعلق بضغط المباريات اللي نتج عنه اصابات كتير جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، والنقطه دي انا عايز اقف عندها شويه لان البعض دايما بيوجه الاتهامات للجهاز الطبي ايا كان الحالي او الـ قبل كده اللي كان موجود ان هو في تقصير وفي كلام من ده، لكن لما نيجي نتكلم بشكل موضوعي هنلاقي ان طبيعي جدا مع ضغط المباريات ينتج اصابات كتيره بالكم اللي احنا شايفينه. نعم، شوف يا طبعا موضوع الاصابات احنا بنتكلم في امر اعتقد الاجابه المفروض اللي تكون احنا بنصدق عليها خارجه من فم طبيب او دكتور يعني او حد مختص بالجهه الطبيه، لان احنا النهارده بنتكلم بنقول في لاعب قدامنا بيشتكي من شكوى، مفيش اعلامي او محلل او اي حد يقدر يقول الشكوى بتاعتك طبعًا دي تاخد اسبوع او اسبوعين او اسابيع او ايه سببها او ايه المشكله فيها. حتى احنا قعدنا فتره كنا بنرجع بعض او الاسباب لملعب او ارضيه ملعب بعض الملاعب بعد كده تم تصلحها، والموضوع برده ما فرقش قوي يعني، في برده اسباب لازم احنا النهارده نبقى احنا بنقول وجهات نظرنا في الحته دي، لكن احنا مش مختصين يعني. أنا ممكن اقول لك بعد خبرتي مثلا ان انا جالي برد كتير، فاعتقد انت يا امين لو جالك برد ممكن تاخد الدواء ده هيفيدك قوي، دي حاجه بسيطه يعني مفيش مشكله فيها، انما الحاجات لما بتعقد تبقى يعني كومبليكيتد شويه ومعقده شويه لا لازم نرجع للمختص. انا في وجهه نظري الشخصيه الحته اللي ممكن اقولها ان دايما النادي الاهلي رائد في تطوير الكره المصريه فيما يشبه او فيما يشابه الخارج، دايما احنا بناخد الخطوه الاولى، لان الاهلي عنده اول خطوه في افريقيا، عنده اول خطوه في الشرق الاوسط، عشان كده كل الانديه بتقلده او بتاخد من الحاجات منه كوبي وبيست. انا لما بشوف ان احنا جالنا فتره مثلا في وجهه نظري كنا بنقول مثلا احنا محتاجين الفرقه يبقى فيها لاعب محترف في التسعينات مثلا او في الثمانينات، جينا بعد كده قلنا خلاص المحترفين يبقوا اثنين بعد كده يبقوا ثلاثه او يبقوا خمسه لما تدخل لعيبه شمال افريقيا وما الى اخره. فانا في وجهه نظري الفكره تطوير اللاعبين بقت تصرف على اللعيبه المحترفه عشان تعلي مستوى اللعيب. اكيد هنكمل الجزء ده لان لسه في تفاصيل كتيره في الموضوع ده. هنطلع فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وهنبدا نتكلم بقى في كواليس مهمه جدا قبل مباراه الغد بين الزمالك والاهلي في الدوري العام.
مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في سهرة رمضانية خاصة جدا ليلة القمة، قمة الأهلي والزمالك غدا بإذن الله تعالى. ولسه مستمر معانا كريم سعيد المحلل الفني موقع يلا كورة والمحلل الفني لقناة النادي الأهلي. يا كريم، نعم. قبل الفاصل كنا بنتكلم على ريادة الأهلي والإصابات. بالظبط. فكمل. فأنا كنت بقول إن موضوع اللعيبة المحترفين يعني طور وعلم مستوى اللعيبة، وبعديها لو تفتكروا كنا دايما احنا الجهاز الفني لكره القدم في مصر كان عباره عن مدير فني ومعاه مدير كوره ومدرب ومدرب حراس مرمى وخلاص ومدرب احماد كده، يعني هو تدليك. ما كانش عندنا الجهاز الفني بالشكل تخصص دلوقتي. المتخصص دلوقتي جه اعتقد يعني يحسب برضو مثلا مانو جوزيه لما قالك لا انا عايز اجيب محلل اداء وعايز اجيب طبيب نفسي. مدرب احمال وطبيب نفسي. بدا الموضوع يوسع كل ما انت بتوسع، حتى وصلنا النهارده مدرب حراس المرمى اللي احنا متعودين عليه ان هو يكون مصري. بدانا النهارده لما شفنا التطور الشديد اللي حصل لمحمد الشناوي في النادي الاهلي، برضو كمان حصل ليه جنش في نادي الزمالك مع المدرب اللي كان مع جوزفالدو فريرا، فبدأنا نقول لا ده مدرب حراس المرمى الاجنبي ممكن يضيف. فهنا انا بشوف وجهه نظري بقى في الحته الطبيه، ان انت اوكي دايما متعود ان احنا عندنا دكتور او رئيس جهاز طبي مع دكتور، لا ممكن يوسع. احنا لما بنشوف الجهاز الطبي اللي مثلا لمان سيتي يا امير والجهاز الطبي البايرن يا محمد بتلاقي اعداد كبيره جدا. يخش اي حد يخش على ويكيبيديا شركه ويجيب الميديكال ستاف بتاع بايرن ميونخ او بتاع مان سيتي هتلاقي ما يقل عن 12 واحد. 12 واحد بس في الجهاز الطبي، فاهم قصدي؟ وايه بقى فول تايمرز، يعني خلي بالك فول تايمرز يعني ايه؟ الناس دي ديديكيتد، الناس دي متعاقده مع النادي ده، ما عندهمش مثلا عياده وبييجوا يشتغلوا فول تايم. لا دي الناس دي مختصه بالفريق وممكن كمان يختصوا بقطاع الكره في النادي باكمله. فانا بشوف دايما اتمنى يعني النادي الاهلي في الحته دي باذن الله، واكيد هنروح لها النادي الاهلي دايما رائد الحته باذن الله، هنلاقي ان الجهاز الطبي هتطور. وطبعا حتى كان في خبر جميل جدا موجود امبارح، النادي الاهلي قام بشراء معدات طبيه واجهزه استشفاء عشان الاصابات العضليه. معظم الاصابات طبعا العضليه بتيجي بسبب الاستشفاء. الاستشفاء واحد من اهم الامور للرياضيين، ان انت بعد ما بتعمل تبذل مجهود قوي جدا، ولعبه كره القدم من الالعاب العنيفه اللي انت بتدوس فيها على عضلاتك، فبتحتاج استشفاء عشان تقدر تحمي عضلاتك من الاصابات. طيب عايز انتقل معاك يا كريم لجزئيه ثانيه، وموضوع خد مساحه حوار كبير قوي الفتره الاخيره. هو ممكن يكون حوار جه بدون داعي، لكن هي الظروف فرضت ده لما اللجنه الثلاثيه اعلنت ان طاقم مباراه القمه هيكون حكام مصريين. طيب في الانترو اتكلمنا على فكره ان المعيار في الاختيار اهم حاجه فيه اولا الكفاءه، ثانيا ان بتتطابق الشروط على كل حكم بيتم اختياره لهذه المباراه. حكام الساحه لا غبار، يمكن محمود البنا مصنف رقم واحد والمساعدين حكام دوليين، حتى الحكم عربي محمد معروف حكم دولي. لكن في حكام تقنيه الفيديو الاختيار غريب شويه، وعلى فكره حكم تقنيه الفيديو لا يقل اهميه عن حكم الساحه. فكره اختيار تحديد في مصر هنا اكيد فكره اختيار محمود عاشور كمساعد فار فار وهو اساسا معاه الرخصه كحكم تقنيه فيديو ومرشح لاولمبياد طوكيو، واستعنت بمحمد عادل وهو مش هيكون اصلا محكم في تقنيه الفيديو في الفترات القادمه اصلا، وما سبقش ليه قبل كده كان متواجد في تقنيه الفيديو زي جهاد جريشه او حتى امين عمر او حتى طارق مجدي او محمود عاشور. شايف الاختيار والمعيار هنا ممكن يكون سببه ايه او اختياره ليه؟ طبعا اسم اكيد طارق مجدي هيتم استثنائه بسبب طبعا المشاكل اللي احنا عارفينها اللي حصلت في مباراه النادي الاهلي والنادي بيراميدز، والهدف الغريب العجيب اللي تم عدم احتسابه بتاع ولتر بواليا في مرمى شريف اكرامي. طيب منطقيا لو هنقول ان تقنيه الفار دخلت الكره المصريه وقللت الاخطاء بسبب مثلا يعني امور اللي كانت زمان لو تفتكر، يعني ما زلنا لغايه النهارده احنا في سنه كام دلوقتي؟ 2021. الله اكبر عليك. تمام. ماتش الاهلي والزمالك بتاع الكابتن حسام حسن وفيليكس بتاع 2-0 قادر عبد العظيم. قادر عبد العظيم ده كان سنه كام؟ 95 96. يعني بقى لنا كام سنه احنا كده؟ يا بنتكلم في حوالي 25 سنه. الله اكبر عليك. تمام. لغايه النهارده لسه بنتكلم. البعض يجادل في هدف الكابتن حسام حسن، ولما تقنعه بالصوره
يعني طبعا نبيل محمود مغطي بكذا متر، مترين ده مترين يعني. فقلت طيب اوكي، كان في ثلاث اطقم حكام في الاول واحنا كنا معترضين على فلان، تبدا تخش فالجدل التحكيمي هيستمر ايا كان الحكم مصري او اجنبي. والدليل حتى ان اخر حكم كرواتي ظلم النادي الاهلي بشكل واضح، وكان في فار في كره وليد سليمان، هو اعترف بكده. بالظبط. طيب انا في وجهه نظري الشخصيه، فكره الاستعانه بطاقم حكام مصري ان هو يدير القمه المصريه بالاهلي والزمالك دايما دي فكره حلوه، ولكن مش من دلوقتي. ايوه مش من دلوقتي. ولما ادرسها من فتره، مش لا وخصوصا لا ليه بقى مش دلوقتي مش في الماتش ده. ليه؟ عشان ده تاني اول مباراه بعد النهائي، مباراه القمه. ففي لحد ما بعض الشحن، في بعض الشحن. ليه؟ لان برضو بصراحه الطرف نادي الزمالك لما خسر المباراه معظم المنظومه بدات يعني متضايقه. طبعا ده طبيعي، اكيد اللي بيخسر مباراه زي دي اكيد بيتضايق. بس البطوله قاريه، الدقيقه في وجهه نظري خدت ابعاد مش لطيفه، فالابعاد دي ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. فكنت اتمنى ان ما يتمش التجربه دي دلوقتي. هي تجربه حلوه في وجهه نظري الشخصيه. ليه؟ في فار، المفروض الفار يساعد ويخلينا كمان نوفر فلوس للامان. ليه يعني ندفع فلوس كتيره جدا؟ لا، وهو ده المبدا. بس المهم في اختيار توقيت المبدا. ليه بقى يا استاذ امير؟ بقول تحسبا والله. لو حصل اي مشكله، لا قدر الله ان شاء الله ما يبقاش في مشاكل، حصل اي مشكله بكره لا قدر الله، قلتها اخدك في الخمس مرات البليان. التجربه دي مش هتتم، مش هتتكرر. مش هتتكرر تاني خلاص. كل الضغوطات هتتم عليك من الطرف اللي خد القرار، تم يعني اللي اتضرر، وهيقول لك انا اسف، ما تحاولش ان انت تجيب حكم مصري تاني. ساعتها بصراحه مش مشكله في الطرف اللي اتضرر، لا، هتبقى مشكله في الشخص اللي اختار. اللي انت كنت صح كمبدا، بس توقيتك ما درستوش توقيتك. يعني هدي مثلا، لو كان المباراه دي مثلا يعني مثلا في الدور الثاني والدوري منتهي عادي خلاص، حصلت محمد الحنفي اضر مباراه من 3 سنين. بيقول لك ان مفيش منافسه او مفيش مباراه حاسمه دلوقتي. لا بالعكس، ما بين مباراه حاسمه هو هم بيقولون لسه بدري على الدوري، وحتى مباراه الدور الثاني مش هيكون خلاص هي مباراه حاسمه في بطوله الدوري. ده كان انا بقول لك، انا بنقل لك وجهه نظر، ده كلام مش منطقي في الحقيقه. الثلاث نقاط بكره جدا اكيد هيفرقوا. حتى اقول حاجه، بكره التعادل يضر نادي الزمالك حقيقي. طبعا التعادل بكره يضر نادي الزمالك. ليه؟ التعادل يفيده ان هو اوريدي لو لعب مباراه المؤجلات كلها ان شاء الله يقدر ياخد الصداره. فانا في وجهه نظري هي الفكره حلوه، ولكن توقيتها هو ما كانش. هل الحكام المصريين يا كريم مهيئين نفسيا لاداره مباريات القمه بضغوطها، بكلام الكتير اللي بيكون عليها نفسيا مش فنيا؟ سؤال مهم ده. سؤال رائع. انا في وجهه نظري امير، لا، الاجابه لا، ولكن وجود تقنيه الفار يساهم ويساعد في تقليل الجزء النفسي. ليه؟ ادي مثال بسيط. انا بكره مكان الكابتن محمود البنا، على طول ارمي مسؤوليه القرارات على الفار، الصعبه على الفار. يا جماعه اهدوا كده، عارف كان برين الدين دايما بس في اللقطه الاولى مش الثالثه، اللي في الثالثه اتعصب. اصبر على طول. انا مكان الكابتن محمود البنا، على طول اي قرار فيه جدل وانا ما شفتوش ومش متاكد، اهدوا يا جماعه. وحتى انا برضه متاكد وعايز زياده تاكيد، اهدوا يا جماعه، نرجع ليه الفار. وهنا انا اقول لك، صدقني مسؤوليه حكم الفار للحته اللي قالها محمد خطيره جدا. مسؤوليه حكم الفار هتبقى اكبر واخطر من حكم الساحه. ليه؟ حكم الساحه هيقول لك انا رجعت للفار، انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا. والفار قال لي كذا. بس هنا بقى الفار ممكن يعمل حاجه حلوه جدا، يقول له بص انا وجهه نظري كذا، روح بس خد انت القرار. لا، روح شوف في السكرين. ايوه، ياخد هو بقى. هنا ايه اللي يحصل بقى؟ الفرقتين يكسبوا ايه؟ ان القرار اتشاف كذا مره. اول مره من اللعبه اللايف نفسها في المباراه، تمام، حلو، دي اول مره. حلو. المره الثانيه ان الحكم سال في الفار، انتوا ايه رايكم في اللعبه؟ قال له والله رايي كذا. ارجع بقى يا باشا للسكرين، للشاشه، وشوفها. يبقى احنا هنا كده شفنا اللقطه دي ثلاث مرات. لو في الثلاث مرات، بعد الثلاث مرات دول، تخيل بقى الحكم، حكم الساحه وحكم الفار اخطاوا، يبقى يا جماعه
نصبر بقى شويه على موضوع تجربه دي الحكم. دي جزئيه مهمه، وانا بعد الفاصل هكمل معاك الحديث عن الحكام وازاي احنا اصلا نعلي من المستوى الفني للحكام المصريين، وهنتكلم فيها في شكل يعني مفصل. لكن خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الشيق في الحقيقه مع كريم سعيد. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، وسهره رمضانيه لسه مستمره مع حضراتكم بالتاكيد ليله مباراه القمه. وعشان السهره تحلى خلاص احنا بنقترب بقى من ميعاد السحور، فبالتالي برحب في هذه اللحظات بالشيف محمد عبد الباقي. شيف محمد ازيك؟ منور الدنيا. ربنا يخليك، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. ايه الاخبار؟ وانت طيب وبصحه وسلامه دايما يا رب. كله تمام. احنا عندنا النهارده فطار متنوع، فاكهه، سلطه، زبادي، فول بالطحينه. لا بص مش هنوصيك يا شيف والنبي، السحور بالنسبه لنا مهم قوي بصراحه. لا النهارده فطار سحور مميز جدا، بس رياضي بقى قبل مباراه القمه طبعا، يعني عشان يبقى الباور خفيف. اساس. اهلا بك يا شيف. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. طيب كريم، هنكمل مع بعض يا امير، وكنا بنتكلم عن فكره التحكيم. نعم. وقلت نقطه مهمه جدا، حكم الساحه اكيد لازم يرجع للتقنيه ويبص في الشاشه والحلقه، لكن في بعض الحالات انت ممكن تكون قلقان ممكن تحصل ما بين حكم الساحه وحكم الفار. ده بشكل عام، مش على مباراه بكره بس بنتكلم بشكل عام. زي مثلا حالات ان حكم الساحه يحس ايه بالاحراج انه يحرج زميله لو هو راح وشاف السكرين او الشاشه، يقول لك ايه انا زميلي اكد لي ان الكره دي مثلا ركله جزاء، فخلاص انا عشان الراجل ده برده فيه عشره عمر ما بيني وما بينه، فبقى مش عايز ازعله وما كسفوش، فانا هحسبها لان هو ايه اكد لي. لا بكره مفيش مساحه لدي. صح، دي بقى نقطه مهمه. بكره مفيش مساحه لدي، اللي احنا بنقول ان بكره تجربه. وبصراحه اللجنه الثلاثيه الموجوده قاومت وحاربت عشان تنفذ قرارها بوجود التحكيم. اوكي خلاص، وكل احنا معترضين على التوقيت طبعا. بس اوكي انتوا بتاخدوا القرار، تحملوا مسؤوليه القرار اللي انتوا خدتوه ده. مفروض طبعا من صفات الرجل المسؤول اكيد، فلازم بكره تبقى انت في السيف سايد او انت مامن نفسك من كل الجوانب. وطالما ان القانون بيقول لك انت تقدر تاخد قرار واللعبه لايف، وتاخد قرار مع الفار في الايربيس تتكلم معاه، وتاخد قرار انك تروح للسكرين وتتاكد تاني والتالت ورابع، فيا ريت يعني ايه ما نعملش فيها يعني فاتحين صدرنا قوي وفرحانين ما نكبرش يعني. بالظبط ما نكبرش. وناخد القرار بعد تاكيد اول وتاكيد ثاني وتاكيد ثالث، عشان نبقى ضامنين ان مفيش قرار بكره في امور مصيريه، في اخطاء، في فاول، في اوت، كورنر مقبول، بس طبعا ما ينتجش عنه جول، لو نتج عنه هدف هتحصل نفس الحاجه. فاهم حاجه يبقاش فيه اي مشكله في اي قرار يؤثر على نتيجه المباراه. هل احنا يا كريم عندنا سياسه لتطوير المستوى الفني للحكام؟ هل الاتحاد المصري لكره القدم عنده سياسه واضحه لتطوير المستوى الفني للحكام؟ لجنه الحكام عامله سياسه للتطوير ده، ولا كل حكم ومجهوده الشخصي وبيطور من نفسه باجتهاد شخصي؟ هو ده اللي موجود دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ لا مجرد. انا باخد الجزء الثاني من سؤالك. اجتهاد شخصي. اجتهاد شخصي ده اللي انا شايفه من زمان، من ايام الكابتن جمال غندور، حتى ايام الكابتن محمد حسين. دايما بنشوف احنا دايما بنشوف ان هو بيطلع لنا حكم بيقول عليه ده افضل حكم في مصر. عمرنا مثلا ما جينا فتره كده قلنا ايه دول افضل حكمين في مصر، او دول افضل ثلاث حكام في مصر. دايما عندنا البطل يعني ايه الاوحد. فطالما عندك البطل الاوحد في اي مجال، فاعرف ان هنا المجهود الشخصي اكتر من المجهود الجماعي. لو في مجهود جماعي ده ان وجد اصلا. نعم، ده ان وجد المجهود الجماعي طبعا أساسي. طبعا طبعا اللي لو في مجهود جماعي هتلاقي مستويات قريبه بالظبط، تلاقي الناس كلها قريبه في المستوى. لكن احنا مشكله بصراحه ما عندناش خطه، يعني بقى لنا كذا سنه. لا بقى لنا كذا سنه عندنا مشكله. طب بقول لك حاجه، كابتن ابراهيم نور الدين حكم مباراه الاهلي والزمالك في الدوره المجمعه لموسم 2013 2014. الهدف اللي جابه احمد توفيق بالخطا في مرماه، وساعتها كان مباراه على فكره مباراه صعبه جدا جدا، وايه وبطوله مجمعه ومباراه واحده مفيش ذهاب واياب، وموضوع كان وتقبلنا عشان الظروف ساعتها وكل حاجه. وانا في وجهه نظري انه اداره المباراه بشكل جيد، مباراه ما كانش حد عنده اي مشكله تحكيميه في المباراه دي، والناس كلها قالت اوكي تمام. بس الظروف وقتها غير الظروف دلوقتي. فاهم. لا بتكلم هنا على اداء الكابتن ابراهيم نور الدين اداؤه كحكم ردا على سؤال امير. كابتن ابراهيم نور الدين
في مباراة في الموسم ده احنا قلنا عندنا حكم فعلا شخصية وقوي وقدر يديه المباراة بشكل جيد وخرج بيها لبر الأمان، وقلنا دي كانت فير يعني حتى ساعتها المباراة دي كانت ممكن تخلص بسكور للنادي الأهلي رغم نادي الزمالك ضيع بينالتي، كان النادي الأهلي ساعتها كان بيلعب بلعيبة شباب وضيعنا كم هائل من الفرص. المفروض أنا في وجهة نظري لما أقول لك المباراة دي في موسم 2013 2014 يبقى النهاردة أنا بقول لك إن الكابتن إبراهيم نور الدين في خلال ست مواسم الكيرف بتاعه والمستوى بتاعه طالع. انا بشوف الكيرف بتاع الاداء التحكيمي للكابتن ابراهيم نور الدين حصل فيه خلل كبير وبدا يتراجع بسبب اخطاء. الامانه انا من الكابتن ابراهيم نور الدين على مستوى شخصي انا بحبه جدا امانه، وكلنا بنحبه بصراحه اكيد لما بنعرف الكابتن ابراهيم نور الدين هيحكم مباراه كلنا بنحب نتفرج عليه انه هيحصل هيحصل فيها لسه شيء. راجع من جنوب افريقيا كان بيدير مباراه كايزر تشيفز والوداد، مش عايز اقول لك الاعلام في جنوب افريقيا قال ايه وكتب ايه، كان والله بص رغم ان قراراته في المباراه كانت صالح يعني صح بنسبه 90%. الكابتن ابراهيم نور الدين فعلا ما بيتحملش على حد بعينه هو ما تفهمش، هو بيبقى عنده وجهه نظر مختلفه، هو عايز ياخد وجهه نظر مختلف. وانا طبعا كنت قعدت فتره كنت بحلل يعني مباريات الدوري المختلفه في احد الاذاعات، فطبعا كنت بعيد عن مباراه الاهلي والزمالك تمام، فتعرضت مباريات كتيره للكابتن ابراهيم نور الدين، فكنا دايما قبل الاستوديو قبل التحليل دايما نتفق مين هيحكم، الكابتن ابراهيم نور الدين، بس استنى في لقطه في المباراه دي. فانا في وجهه نظري يا امير لازم الحكام فعلا ولجنه الحكام واتحاد الكوره يعمل على تطوير الحكام من على مستويين الشق النفسي طبعا، لان مباراه بكره للامانه مش بدل. عايز اقول لك من الكواليس ودي معلومه بقى يعني من الكواليس كابتن وجيه احمد رئيس اللجنه كان مرشح ابراهيم نور الدين للمباراه بكره، مهندس احمد مجاهد هو كان وجهه نظره ثانيه خالص، محمود البنا مصنف رقم واحد هو يدير هذه المباراه. وبالفعل انا في وجهه نظري طبعا كابتن محمود البنا واحد في الوقت الحالي واحد من افضل الحكام على الساحه المصريه، زي برضو الكابتن بحبه على مستوى الشخص ده وجهه نظري انا ككريم سعيد، الكابتن احمد غندور انا بشوف حكم جاي بشوفه ان هو بصراحه بوتنشال جدا 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 وعنده تصنيفه رابع يعني تصنيفه جاي بعد ابراهيم نور الدين وامين عمر محمد معلش لما اقول لك الكابتن ابراهيم نور الدين هو اللي ادار مباراه 2013 في 14 والنهارده احنا بنتجادل بنتجادل على المستوى يبقى معلش ادي احمد غندور برده فرصته صحيح. يعني تاخد فرصته فالراجل برده شغال بشكل جيد جدا وبشوف ان هو بوتنشال، بس في الامانه اختيار طالما اتفقنا بكره مباراه بتحكيم مصري فانا في وجهه نظري الشخصيه كابتن محمود البنا كويس وربنا ان شاء الله يوفقه ويكرمه يا رب. تيجي نطرح بقى موضوع مهم جدا يا رب باذن الله زي ما انت قلت في سياق حديثك مباراه تعدي ببر الامان وما يكونش فيها مشاكل ولا ازمات او الكلام ده كله، ماذا لو بكره اي مشكله اداريه او انضباطيه في الملعب حدثت؟ مين الجهه اللي هتكون مختصه بمناقشه هذا الموضوع في ظل ان اللجنه الثلاثيه اتخذت قرار في وسط الموسم بحل كل اللجان؟ لا بقى عندنا لجنه مسابقات ولا لجنه انضباط ويعني حتى لجنه الحكام اصبحت لجنه تسيير اعمال في ملف التحكيم. بالظبط مفيش السؤال ده هيبقى طبعا مهم جدا طبعا الموضوع مفيش حد انت تقدر يعني تشتكي له، انت هترجع للجنه السياسيه ورئيسها واللي هو اصلا اللجنه السياسيه احنا بنقول لجنه سياسيه لجنه سياسيه ومفيش اصلا غير انا ما بشوفش غير احمد مجاهد كابتن احمد مجاهد هو بس بيتكلم في كل الامور هو اللي بياخد القرارات. وفي وجهه نظري الشخصيه الشكل الاوحد ده مخلي فيه اخطاء في التصريحات يعني مخلي فيه وقوع في اخطاء كتير، لازم اللي يتكلم 20 كلمه نسبه خطاك فيهم هيبقوا قليلين، لو اتكلمت 200 كلمه بالظبط هتزيد، لو اتكلمت 2000 كلمه نسبه خطاك هتكبر وتكبر. فانا بشوف ان هي الامور دي بسبب تاني القرار الاوحد. احنا للاسف في الرياضه المصريه بنعشق الوان مان شو، بنعشق انا لوحدي، لا لو اشتغلنا كمجموعه المنظومه كلها تستفيد ونخلق كوادر. وهو حل اللي جال ليه والموسم شغال؟ لا هي حاجه غريبه بصراحه، يعني حل اللي جال ليه والموسم شغال؟ انا بصراحه ما عنديش فعلا والله فعلا. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا كريم لو حصل اي مشكله؟ لو حصل تقرير طب ماشي هيكتب تقرير هيجي لاتحاد الكوره بس مش هم بقى اللجنه السياسيه هم اللي هيناقشوها او يجيبوا بقى حد فريلانس والله بجد يجيب حد فريلانس والله يقول له معلش انا يعني هستلفك 3 4 ايام تناقش لي الموضوع ده وتديني قرار وهاخد بناء عليه القرار الاخير. طيب ماشي. طيب ده كان كلام مهم جدا في هذه الجزئيه واحنا بنتكلم على ماذا قد يحدث في مباراه الغد ومين الجهه المنوطه باتخاذ اي قرارات اذا كان هناك تقارير للمراقبين او الحكام
بتستدعي ان في لجنه من اللجان المنوطه داخل اتحاد الكره تناقش هذا الموضوع. موضوع مهم جدا، لكن طبعا ما حدش هيتكلم فيه الا بعد نهايه المباراه وعلى حسب الاحداث، لكن دايما احنا هنا في قناه الاهلي ان شاء الله مش في احداث بنحب نسبه وبنتكلم بمنطقيه بشكل يعني ايه موضوعي بالنسبه لهذه الاحداث، مباراه القمه بين الزمالك والاهلي. لكن في هذه اللحظات اخرج الى فاصل، لان بعد الفاصل بقى هنروح للشيف محمد عبد الباقي. عايز اروح لاهم فقره بقى، في شغل عالي قوي هناك شيف ايه الاخبار؟ كله تمام كله تمام. طيب نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم مع الشيف محمد بقى ونشوف اخر التحضيرات لمباراه القمه غدا بين الزمالك والاهلي. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. سهره رمضانيه مميزه جدا وخاصه جدا، وفي الحقيقه هتكون اكثر تميزا في اللحظات دي، لان دي فقره مهمه جدا وهي بتتعلق بيعني رمضان فايبس زي ما بنقول كده او السحور كمان. فبالتالي مستمر معانا كريم سعيد المحلل بقناه المحلل الفني بقناه النادي الاهلي وموقع يلا كوره، وكمان مع زميلي محمد سعيد والشيف محمد عبد الباقي. وعايزين نطمن منك يا شيف الاخبار ايه؟ طمنا الله يبارك لك. انا عايز اقول لك لاول مره ادخل المطبخ والله. قول لنا بقى ايه الانواع اللي انت عاملها النهارده؟ ده فول بالطحينه وعندنا حلويات شرقية، وعندنا جبنة سلطة خضراء، جبنة بالطماطم والخيار، عندنا فروت سلطة بشكل، عندنا زبادي، كل أنواع الأكل. المهم حاجات خفيفة بس عشان نعرف نتفرج على الماتش بكرة. لا ما ده خفيف، كله خفيف. كله خفيف؟ كله خفيف. طبعا الحلويات نفسه الواحد بيخلص. لا ما قطعة صغيرة يعني ما تضرش، بتحتاج سكريات يعني. شيف محمد، لما بتكون ليلة مباراة كبيرة زي دي مباراة الزمالك والأهلي، حته التغذيه دي يا كريم كمان وانت تشاركنا في الحوار جزء مهم جدا. الاكل اللي في رمضان اكيد غير الايام الطبيعيه، أكيد غير الايام العاديه. يعني انت في الايام العاديه بيبقى فيه ثلاث وجبات، فطار غدا عشاء، لكن في رمضان بيبقى في سحور وفطار. هو دايما السحور يبقى ايه بالنسبه للاعيبه الكوره؟ دايما يعني بيض مسلوق، بعيد عن المقليات وبعيد عن سلطه خضراء، فاكهه، عصير، حاجات يعني ما تعملش تبقى سهله الهضم، ما تعملش تخمه. بعدين هو بيلعب مثلا بعد الفطار، فبرضه في الفطار محتاج حاجه مكرونه مثلا مسلوقه، بس محتاج صدور فراخ مشويه، مش محتاج زيوت كتير، مش محتاج يعني حاجات زي كده كتير، عصير برضه مش كتير كده. ده المهم يعني. طبعا السوائل الجزء ده مهم. طبعا الجزء ده مهم جدا، وحتى احنا يعني كنا بنتكلم عليه كده وتفتكر في ماتشات الساعه 3 العصر، يعني ماتشات الساعه 3 العصر في افريقيا خلتنا نتكلم في امور بعيدا عن الامور الفنيه داخل الملعب. يعني قعدنا نتكلم في موضوع النوم، وقعدنا نتكلم قبل ماتش صن داونز بالذات، وبعد كده حتى لا وكذا ماتش بعديها كمان. احنا اصلا ساعه ما كنا فيها اعتقد كل فرق افريقيا احنا لاعب الاهلي الساعه 3 اقفل النور، احنا عندنا موضوع كشف الكشافات طبعا. فمهم جدا جدا اكيد، واعتقد يعني اي رياضي المعلومة المعروفة أو القاعدة العامة قبل الحدث الرياضي تاكل كربوهيدرات اللي هي النشويات يعني الصبح تروحش، والبروتين بعد ما تخلص، لأن الكربوهيدرات بيديك طاقة وبيديك باور. حتى برضو الفاكهة برضو طبعا زي ما الشيف قال مهمة جدا، بس أعتقد بعيدا عن باستثناء التين والعنب والمانجا كفواكه عشان السكريات والبلح، ممكن بلحة واحد بس يعني، بس الموز بيبقى مطلوب قوي. طبعا ده وهم اصلا احنا بنتفرج عشان نلعب، الموز موجود في كل الاوقات، البوتاسيوم قبل المباراه وبين الشوطين وبعد المباراه. انا عايز اقول لك مثلا يعني لعبه مش تنس الطاوله مش زي كره القدم، بس في تنس الطاوله الناس بتحس ان اللعبه بسيطه، لا يعني لما بنلعب خمس اشواط يبقى الموضوع فعلا متعب. كريم يا جماعه من فريق الرواد في تنس الطاوله في النادي الاهلي بالمناسبه. كريم من الناس المؤثره يعني واللاعيبه الكبيره قوي في تنس الطاوله في النادي الاهلي. فعلا واحده من النقط المهمه جدا جدا جدا، انت بعد كل سات بعد كل شوط انك تاخد لك نص موز، مش طبعا مش واحده كامله لان ما دخلش بطنك كم كبير، بس طبعا موضوع التغذيه ده واحد طبعا من النقط المهمه جدا. وفي الحقيقه في الحقيقه النادي الاهلي مهتم جدا بالجزئيه دي. انا سافرت مع الفريق في كاس العالم في قطر ولمست الاهتمام بالجزئيه دي بشكل كبير جدا في اخصائي التغذيه دكتور في دكتور عبد الرحمن سعيد. طبعا هو مميز جدا في الحقيقه في الجزئيه دي، في وجبات مخصصه لكل لاعب مختلف عن التاني، كل واحد على حسب نوعيته على حسب جسمه على حسب احتياجاته. في اهتمام كبير جدا. في دلوقتي حتى في اختبار دي ان ايه، لو
لما انت بتعمله في سن مبكر الاختبار ده، واختبار غالي جدا، اختبار ممكن اختبارنا اعتقد يعني بيعدي الاربع او 5000 جنيه بس. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك حاجه حلوه قوي، بيقول لك انت تعيش طول حياتك محتاج ايه من الاكل. ايوه ايوه. اللي انت جسمك او جيناتك عايزه محتاجه ايه بالظبط، تاكل ازاي عشان بالزبط تحافظ على جسمك صحي طوال حياتك. وحتى هنا برضو يحضرني موقف كان حلو قوي للولاد الصغيرين اللي بيلعبوا رياضه في سن مبكر. كان الجمله اللي قالها رونالدو في احد الحفلات كانت اعتقد معموله في دوله الامارات الشقيقه، وكان بيتكلم على ابنه. ابنه كان معاه، وابنه صغير يعني بيشرب مياه غازيه كتير. فهو قال، فهو بيقول هو طبعا ابني مش محترف ومش هينفع يخش طريق الاحتراف غير لما يبطل حاجتين، يبطل ان هو يشرب مياه غازيه ايا كان نوعها يعني عشان ما نقولش اسماء براندات يعني. وبرده البطاطس الشيبسي والحاجات دي، هو عمره ما هيبقى لعيب محترف غير لما ياخد قرار يبطل الحاجات دي. يبطل، لانك لو ما بطلتهاش عمرك مهما تحاول انك تتدرب ومهما تحاول انك تنام كويس ومهما تحاول انك تعمل مش هتقدر، لان كميه الحاجات الغير صحيه بتخش جسمك من عن طريق المنتجات دي بتبقى سيئه. طيب هطلع بره سياق مباراه القمه شويه وانا عارف ان كل اللي بيتفرجوا علينا عايزين يطمنوا على فرقه الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله الفرقه تكون بخير وفي استعدادات جاده جدا لهذه المباراه. المباراه صعبه جدا، لكن مش ملاحظين حاجه تحصل في خلال الشهر شهر رمضان؟ انا ملاحظ ريحه الطعميه بصراحه. هو لسه الطعميه بس ده لسه طعمها السمسم كمان. لا في نقطه مهمه جدا وده ما اعرفش من حسن حظنا ولا من سوء حظنا، شايفينها مباراه الاهلي الافريقيه او دوري ابطال افريقيا مؤجل كله لبعد شهر رمضان، شايفين دي نقطه ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه طبعا. اكيد ايجابيه. ايجابيه طبعا. ايجابيه لان انت مش ضامن انت هتلعب مين في دور الربع النهائي، فبالتالي مش ضامن ان انت ممكن تلعب مباراه 3 العصر برده في عز الصيامه، هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لنا. اكيد طبعا. احنا لو انت هتقابل سان داونز مثلا، بخلاف كمان يا امير حته ان هو بقت ناس تركز على موضوع 3 العصر ده بعيدا عن الصيام، انت اصلا ما تلعب في الصيام في دلوقتي كمان نقطه ان كره القدم بقى الشق البدني فيها اعلى بكتير. يعني ببساطه وانت بتتفرج على ماتش التسعينات او الثمانينات هتلاقي اللعيبه مثلا بتيجي الدقيقه 60 بينزل الشراب تحت الشنكار وبيبداوا بقى ايه عارف خمس ساعات يا جماعه بقى ايه مش عايزين بقى أيوة أيوة مش عايزين لا وبيساعدوا بعض بجد والله. يعني مثلا هقول لك حاجه، مباراه يعني احنا بنتكلم عن مباراه القمه، يعني مباراه القمه بتاعت كاس مصر سنه 78 نادي الزمالك متقدم على النادي الاهلي 2-1 والكابتن محمود الخطيب كان على الدكه، مباراه شهيره احنا كسبناها 4-2 الكابتن الخطيب ساعتها كان مصاب وهو كان موجود على الدكه ونزل اخر ثلث ساعه. لعيب عظيم المباراه دي فعلا لعيب اسطوري، تخيل مباراه قمه لعيب بينزل اخر ربع ساعه بيحاول تاخرك من 2-1 في مباراه نوك اوت مباراه كاس انك تكسب 4-2. فده بسبب ايه؟ بسبب طبعا اكيد المباراه الفريق اللي قدامك خلاص بدنيا انهار انهار بدنيا مجرد بس. لا وكان محمود الخطيب كمان كان مصاب، يعني ما بيلعبش، هو فات، هو مش فات اصلا فاهم، هو كان فات كان بدا اساسي لما هو كان محطوط على الدكه ونزل غير شقلب المباراه كلها. وده بيوريك ان طبعا مع تطور الكوره فعلا دلوقتي حتى المهارات قلت، ما بقاش في مهارات كبيره في العالم دلوقتي، كل التركيز في على الجوانب البدنيه والسرعات وكلام من ده. تمام. طيب خلينا نرجع للمباراه شويه. ناس كتير جدا حابه تطمن على فريق النادي الاهلي، لكن انا عايز اتكلم بالتحديد على التشكيل المتوقع سواء للاهلي او الزمالك من وجهه نظرك يا كريم. انا من وجهه نظري النادي الاهلي يعني لحد ما تشكيل بسبب الاصابات، بسبب الاصابات اللي احنا بنواجهها التشكيل واضح، يعني ما اعتقدش فيه مفيش اوبشن، مفيش خيارات كتيره امام الجهاز الفني. الجزء الامامي تحديدا ممكن يكون البعض بيتكلم في خيارات عديده، يعني ممكن حد يقول لك طاهر هو اللي ممكن يبتدي، لا كهربا هو اللي ممكن يبتدي، طب موقف حسين الشحات ايه؟ المهاجم كمان هل يبقى مروان ولا شريف ولا بواليا؟ بص يا امير في النقطه دي في نقطه مهمه جدا عايزين نقولها. احنا دايما كمحللين اداء او كجمهور او كاعلام او كميديا او كصحفيين كاي حد بره المنظومه، انت بتبقى شايف الفريق من عند الاخبار بس المتاحه ليك بالظبط، والاخبار المتاحه ليك دي لا تمثل الصوره الكامله الا اعتقد ماكسيمم 20%. في امور وجوانب اخرى بيبقى حدش شايفها غير المدير الفني، وضيف طبعا عليها زي ما قلت لك موضوع الاصابات ده بيخلي الخيارات قليله جدا. فبالتالي بشوف ان النادي الاهلي بيبقى لحد ما في مباراه بكره الاختيارات محدود، لكن تعال نبص على نادي الزمالك قايمه متكامله في كل جاهز طبعا، والمصابين كمان رجعوا بالظبط، كل مركز فيه
كذا لعيب كمان بيدوك مساحة انك تغير في التكتيك وتغير في طريقة اللعب. صح. يعني مثلا بكرة مثلا كاثيرون انا مركز في الطعمية بس بحبها نص سوا. لا انا شايفك بتساعد الشيف كمان ده بحبها نص سوا يا كريم. بتساعده بتعمل يقول لي تعرف الطعمية كل الطعمية كل ما تكون نص سوا كل ما يكون طعمها احلى. والله صح. تحليل بتطلع على كده بتطلع على كده تحليل غذائي بخلاف تحليل غذائي. اتفضل يا كريم. فكارتيرون بشوف ان هو عنده مساحه تغيير خطه لعب. يعني مثلا افتكر كارتيرون اما اول ما جه الزمالك كان بيلعب زون ديفنس ويبدا يلعب على المرتدات. طبعا بعد رحيل مصطفى محمد بدا الناس طبعا الكره العرضيه قلت. جبت مروان حمدي بقى ترجع تاني وسيف الدين الجزيري برده ورقه مهمه كان. وطبعا وسط الملعب بالزبط. عنده طبعا دلوقتي يعني فرجاني وطارق بيلعبوا مع بعض مفيش اصابات فعنده خيارات كتير. ممكن تلعب بكره بثلاثه ممكن بكره يجي يقول لك هلعب 4-3-2-1 عشان عايز انا خايف من عمق النادي الاهلي. ممكن يقول لك لا انا فرقتي والجمهور عاملين عليا ضغط عشان عايز اخد عايز اكسب اكسب عشان ماتش الفاينل بتاع مجدي قفشه ومش عارف ايه فهنزل العب 4-2-3-1 او 4-3-3 من الاول واغامر. فهو عنده مساحه ان هو يعمل اكتر من اختيار فني في المباراه. بتتكلم قدام فريق عنده فريق كامل زي ما قلت لكم في بدايه الفقره فريق فرقه كامله غايبه وطبعا الاجهاد البدري والذهني احنا اتكلمنا عليه. فربما اشوف الامور عن نادي الزمالك لحد ما في الاوراق وفي خطه اللعب اسهل شويه عن النادي الاهلي. طيب عدم وجود راس حربه بنفس مواصفات مصطفى محمد لما كان موجود في السابق نعم. ممكن يغير في طريقه لعب كارتيرون مع الزمالك في الاداء الفني. الاطراف ممكن يشتغلوا في المباراه بشكل كبير ممكن تتقفل عليهم. يعني هل الرؤيه الفنيه لكارتيرون في مباراه بكره للزمالك تختلف عن فتره لما كان موجود راس حربه سترايكر واضح وصريح زي مصطفى سريعا محمد؟ يعني سريعا في الحته دي كارتيرون من ساعه ما جه بدات الاحظ من تصريحاته انه بيشتغل على الجزء النفسي والذهني أكتر من الجزء البدني والفني. ليه؟ ببساطة لأن الراجل راجع بأبروفل من اللعيبة. اللعيبة بتحبه. الراجل فعلا اللعيبة في علاقة هم بيحبوه جدا جدا جدا. فهو شغال الحتة دي. لما نيجي نبص على أبرز ماتشين نادي الزمالك في الفترة الأخيرة هنلاقي مباراة صعبة. مباراة الترجي 1-0 هنا في القاهرة ومباراة 2-0 اللي كسبوا مولية الجزائر في هناك. هناك في الجزائر. ففي وجهه نظري هم دول الماتشين اللي تقدر تستشف منهم بعض الامور الفنيه ايجابيه وسلبيه نادي الزمالك. منها نقطه مثلا مهمه جدا ونقطه سلبيه في نادي الزمالك. وانس انك عملت مان تو مان على فرجاني ساسي انت خرجت نص ملعب نادي الزمالك بره الماتش خالص. الفكر القديم ربما بعض الخطط الجديده طرق اللعب الجديده بتقول ان في الناحيه الدفاعيه لازم اللعيب القريب هو اللي يروح. المان تو مان فكره قديمه. نعمل كده فلاش باك في مانويل جوزيه لما جه في الولايه الثالثه حسام عاشور اول كلمه قالها في المؤتمر الصحفي في قاعه نادي فرع الجزيره بالنادي الاهلي. نادي الزمالك كان فارق ساعتها 6 نقط على النادي الاهلي من الدور الاول لما كان الكابتن حسام حسن مدير فني نادي الزمالك. قال يا جماعه اللي عايز يوقف نادي الزمالك العب مان تو مان على شيكابالا. وبدا الفرق فعلا وبدا يحصل الدروب. الموسم اللي كان نادي الزمالك متفوق فيه 6 نقط انتهى النادي الاهلي اعتقد فارق 6 نقط او 7 نقط. مظبوط. فبالتالي انا بشوف مين الكي بلاي رغم ان يوسف اوباما يا محمد هو الرقم 10 يوسف اوباما يوسف اوباما اول ما بيلاقي نادي الزمالك جاي بيجري على داخل منطقه الجزاء لان اوباما بيحب يجيب جول بيحبش يسمع لعب. طيب بصوا بقى الاكل يعني هتاكل ايه بقى كريم قول لنا كده. انا اكل ايه؟ انا هاكل خيار. خيار خيار بس ما بتدبش على محمد بعد الاولين الخيار لا قال لك الخيار. انا بالنسبه لي يا جماعه بصراحه السحور مهم قوي يعني لازم اتسحر جامد وبعدين ايه باخر شويه قبل الفجر. اقول لك بقى نصيحه اخر حاجه فعلا تفنش بيها السحور بتاعك الزبادي. الزبادي طبعا الزبادي اخر حاجه. لا كوبايه الشاي بلبن وبعديها الزبادي. ده الزبادي فعلا الحاجه اللي فعلا بتخليك تاني يوم قادر انت تستحمل. شيف محمد هو الفول ده فول بالطحينه وفي زبادي هنا دوت زبادي وفي جبنه بالطماطم وفي جبنه سلايس برده مشكله وطعميه
انا وانا بقول لك موضوع الخيار والسلطه والكلام ده افتكرت المشهد بتاع الفنان احمد بدير والفنانه سوري بابلي لما كانت بتقول له المخرج قال لك لقمتين واتكلم. تمام. طيب احنا خلاص بنختم حلقتنا. وكريم سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه بجد. ميرسي جدا يا محمد. شكرا. حلقه متنوعه يعني. ميرسي جدا. وشكرا شيف على شيف محمد شغل كريم. كل سنه وانت طيب. السحور الجميل ده. كل سنه وانت طيب. ان شاء الله يكون وش الخير قبل مباراه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. امير يعني قدر الامكان حاولنا نقدم وجبه مش دسمه قوي بس في نفس الوقت وجبه كرويه وفنيه قبل مباراه بكره باذن الله. ان شاء الله توفيق للاهلي. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد. ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل مباراة كبيرة. ممكن يكون عندنا بعض الغيابات بعض الظروف اللي بيمر بيها الفريق لكن في نفس الوقت عندنا ثقة كبيرة جدا في كل عناصر الفريق سواء لاعبين او حتى جهاز فني. ان شاء الله باذن الله فرح كل الاهلاويه في المباراه هتكون صعبه وده مؤكد امام خصم عنيد وقوي هو نادي الزمالك. دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي في رمضان. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.